السلام عليكم البنات، كديري؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير هانيين؟ كنتمنى ان شاء الله دائما تكونوا بخير وعلى خير. والناس جدار القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما ان شاء الله يصلكم كل فيديو جديد. اليوم غنصاوب معكم واحد الكلاص اللي صراحه واعر واعر بزاف وغزال، وطقام غير طقام عليكم رخيص على ديال الزنقه، وكيجي بنين بزاف بزاف. هانتوما كتشوفوا، هاني دابا قطعته، صراحه كيجي زوين بزاف، ونتمنى ان شاء الله تجربوا حتى نتوما. وصراحه ما غاديش تندموا عليه وما غاديش تضيعوا فيه، لانه صراحه كلاص كانه تجربوه. وصراحه ما تبخلوش على ريوسكم بهذا الكلاص المنزلي اللي صراحه كيطلع رخيص بزاف، وديروه لوليداتكم وليكم حتى نتوما، اللي صراحه زوين بزاف وغيعجبكم. انا متاكده بلي غادي يعجبكم لانه كيطيح رخيص وزوين ومنزلي، يعني كتعرفي شنو كتاكلي، و يعني وهذا قد يعني تبارك الله راه عائلي، يقدر ياكله 6 ديال الاشخاص. انتم كتشوفوا غير كيبان لكم شويه صغير، وان في الصوره صغير وانما راه كبير. نبداو بسم الله في المقادير. عندي هنا كاس ديال الحليب، ومن بعد غنضيف واحد معلقه ونص ديال سنيده، معلقه ونص ديال سنيده، ومن بعد غنضيف واحد معلقه ديال النشا، انتما كيف كتشوفوا. ودابا غندير هاد الفلون ديال المهم ديال كاين اللي كيبيعوه بجوج درهم، كاين اللي كيبيعوه بدرهم ونص، ديال غندير ديال الفريز. انتما يعني كل واحد النكهه اللي بغيتو، يا ديال الفاني يا ديال الفريز، اللي بغيتو النكهه اللي بغيتو، ما يعني ماشي مشكل، النكهات يعني اختياريه. المهم كبيتو في المعلقه باش نشوف شحال كيعطي هذيك الساشيه. هانتوما كتشوفوا انا درت ديال الفلون ديال الفريز صافي، وغادي نحرك هاد المكونات كاملين باش يدوب داك السكر ويندمج معاهم داك النشا والفلون صافي. ودابا كنديروه فوق النار، نبقاو نحركو شويه بشويه، المهم نديرو النار يعني مهيله، ونبقاو نحركو شويه بشويه حتى كيندمج، حتى كيبدا كيعقد هاد هاد الفلون هذا. هانتوما دابا كتشوفوا هذا بدا كيعقد، تبعوا غير الخطوات البنات وغادي يخرج لكم الكلاص الزوين بزاف. ودابا غندير واحد معلقه صغيره ديال الزبده، المهم انتوما الا بغيتوا ديروه كبر من هكا ضعفوا المقادير، الا ضعفتوا المقادير غادي يجيكم اكبر من الحجم اللي صبت انا صافي. دابا من بعد ما يعني عقاد غنغطيه بواحد بابي سيلوفان باش ما يتكونش ديك القشره الفوقانيه، ومن بعد راه تمسح لي واحد سميتو واحد المقطع. المهم مورا فاش غنطرب كريم شونتيي، دابا غنطرب كريم شونتيي، درت معلقه ديال سكر كلاص حيت كريم شونتيي سائله مسوسه اللي عندي. من بعد فاش كنطرب كريم شونتيي كنخلي كنديرها في الثلاجه حتى تبرد، ومن بعد فاش يبرد داك الفلون اللي درت في الكاسرونه كناخدو كنعاود نطربو عاود تاني ماشي داك الفلون يولي بحال الكريمه. وزدت لي واحد شويه ديال النكهه ديال الفريز، المهم النكهه اختياريه، وكنخلطو مع كريم شونتيي. كنخلط هاد المكونات بجوج من بعد فاش يعني يبرد داك الفلون وطربتو صافي. انتما كتشوفوا كريم شونتي طربتها حتى سميتو صافي. ومن بعد فاش كنخلط هاد المكونات كاملين كندير الكلاص ديالي في واحد الزلافه، من بعد كندير لها بابي سيلوفان لداخل، عاد كنكب فيه داك الكلاص وكنغطي من الفوق عاوتاني بابي سيلوفان صافي. كنديرو في الثلاجه، كيبات في الثلاجه بحال دابا انتما تصوبوا في العشيه وخليه يبات تلغط ليه. دابا غنحيد له هاد السيلوفان وغنديرو على شي حاجه باش مني نكب عليه الشوكولات، يعني الشوكولات ما يضيعش ليا. المهم نخليه دابا حتى يدوب شويه حيت فاش كيكون مجمد ما كيبغيش يتحيد من ديك الزلافه.
خليته واحد 2 دقائق، ومن بعد غادي ندير الشوكولات. دابا خديت هاد التبصيل هذا وغلفته ب بابي سيلوفان باش الى داك الشوكولات اللي غادي يهبط ناخذو، يعني نحتاجو يعني نستعملو مره اخرى، ماشي نديرو في شي حاجه اللي داك الشوكولات يمشي يضيع. دابا غنديرو فوق هاد السلافه هادي. المهم الا كانت عندكم شي شبيكه ولا شي حاجه، انا ما كانتش متوفره عندي، درت غير ديك السلافه. ودابا صافي هي ديك الزلافه تحيدات، غنحيد هاد بابي سيلوفان فوق الكلاص ديالي. خديت الشوكولات اسود، خديت انا نوع ديال الكالاتي يجي بنين ورخيص، وخديت واحد شويه اللوز حمرته وهرمشته، وغادي يعني نخلطه مع الشوكولات. من بعد فاش ذوبت الشوكولات خليته حتى برد شويه باش ما يذوبش ليا الكلاص ديالي. صافي ودابا غناخذو نكبو فوق هاد الكلاص هذا. خاص يعني بشويه، الطبقه خاصها تكون ما تكونش سميكه بزاف باش ما يجيناش يعني عامر بالشوكولات، المهم باش يتغطى داك الكريمه. انتما كتشوفوا صراحه هاد الكلاص جا واعر 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 بزاف، كنتمنى البنات تجربوه ان شاء الله، وتردوا عليا في التعليقات، كتبوا عليا في التعليقات. وشكرا لكم على المتابعة في الفيديو، والسلام عليكم.